انطلقت السيارة التي أقلت الحائزين على الأوسمة والميداليات في حوالي الساعة 8:30 صباحا، متوجهة إلى قاعة الشعب الكبرى برفقة موكب حرس الشرف الوطني. بعد وصولها إلى قاعة الشعب الكبرى، التقى الرئيس الصيني سي جين بينغ وغيره من قادة الحزب والدولة مع المكرمين، والتقطوا معهم صورة جماعية. بدأت مراسم التكريم في الساعة 10 بإشراف رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتيانغ، حيث وقف الحاضرون دقيقة صمت حدادا على الشهداء وكل من خسر حياته جراء وباء كوفيد-19. ثم تلا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي جانشو المرسوم الرئاسي حول منح الأوسمة والألقاب الفخرية الوطنية. لاحقا منح سي جين بينغ الأوسمة والميداليات لكل من خبير أمراض الجهاز التنفسي جون نانشان، ورئيس جامعة تيانتين للطب الصيني التقليدي جامبولين، ورئيس مستشفى لينتهان في ووهان جان تينيو، والباحثة في أكاديمية الصين للهندسة تشون وي. ثم تلا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة الحزب المركزية وان خونين القرارات المعنية بتكريم الشخصيات والمجموعات التي قدمت مساهمات بارزة في مكافحة وباء كوفيد-19، ومنحهم القادة الحاضرون الجوائز. ومن ثم ألقى الرئيس الصيني سي جين بينغ كلمة هامة في المؤتمر، أعرب فيها عن خالص شكره لجميع المساهمين في مكافحة وباء كوفيد-19 في الصين، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الوباء لا يزال يتفشى في كل أنحاء العالم. إن الشعب الصيني يشارك الشعوب جميع دول في المعاناة التي جلبها الوباء، ويشعر بالحزن العميق على المتوفين بسبب الوباء، ويعرب عن احترام العميق للذين يسابقون الزمن لمكافحة الوباء وإنقاذ الأرواح، ونخالص التمنيات للمصابين الذين يتلقون العلاج حاليا. أكد سي جين بينغ على أن الصين جنت ثمارا استراتيجية هامة في المعركة ضد الوباء، وحققت نتائج ملحوظة في استعادة نظام الإنتاج والحياة، مشيرا إلى أن ذلك بفضل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني التي قادت الوضع الكلي واتخذت قرارات حاسمة وتعاملت مع الوباء بإجراءات غير عادية، وبفضل الشعب الصيني الذي اتحد لتشكيل خطوط دفاعية متينة للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، وبفضل العاملين الطبيين الذين كرسوا حياتهم لإنقاذ أرواح المصابين، وبفضل التخطيط الشامل والدفع المنسق لتحسين التنمية الاقتصادية واستعادة نظام الإنتاج والحياة، وأيضا بفضل تعاون الصين مع سائر دول العالم من أجل التغلب على الصعوبات الناجمة عن الوباء. وأضاف سي جين بينغ أن الشعب الصيني والأمة الصينية أظهرا روحا عظيمة خلال مكافحة الوباء، وضعت فوق كل شيء الحياة والوحدة الوطنية ونسيان الحياة والموت واحترام العلم ومشاركة المصير، مشيرا إلى أن هذه المعركة ضد الوباء أثبتت القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني والقوة المعنوية الصلبة للشعب الصيني والمزايا الواضحة للنظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والأسس المادية القوية للبلاد والقوة الدافعة القوية لمفهوم القيم الجوهرية للاشتراكية والثقافة التقليدية الصينية الممتازة، إضافة إلى قوة التأثير لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. كذلك شدد سي جين بينغ على ضرورة إتقان إجراءات الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في الوضع الطبيعي، وإكمال مهام بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل والقضاء على الفقر، وتقوية الحلقات الضعيفة لتعزيز الضمان المؤسسي لسلامة المواطنين وصحتهم، والالتزام بفكرة مجتمع مصير مشترك للبشرية لمواجهة التحديات العالمية مع المجتمع الدولي، والتمسك بوعي الخطر للوقاية من مختلف المخاطر وحلها.